كارينا من عندهم 33 عام. اشنو المشكل ديالكم من السي؟ المشكل ديالنا خويا تعرضنا لواحد الافراغ جائر من واحد اللوبي عقار اللي خرجنا بالقوه العموميه، وحنا دابا كتشوفنا غير في الزنقه، باقي ما كاين حتى شي تدخل، درنا رفع الضرر. القصه ديالنا خويا هو ان هاد الارض شادينها من جدودنا من 1933 فاش الاستعمار استعمر جدودنا في هاد الارض وتيترها فوق منهم، ومع ذلك بقاو هما كيستغلوها وكانوا كيخلصوا واحد الجيزيه في الاول. من بعد هاد الارض دوزوها لواحد الشركه اللي كتسمى ستيلا ماريس، وهاد الشركه دارت عقد مع الجدي في 63 عقد كراء، ومن بعد عطاته رخصه ترخيص باش يدير السكن وباش يدير الاستابل وباش يدير البير، وفعلا داكشي بوثائق لان عطاته لوتوريزاسيون وعلى وخدا واحد لوتوريزاسيون من القياده من الجماعه ومن العماله، ودار بلان ودار كما قلنا دار الدار بالبلان وبالوثائق. في 73 استرجعت هذه الارض من طرف الدوله، قام هو بتصريح بشرف باش يستافد كسائر الناس، لان كان واحد الخطاب ملكي ديال المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه اللي عطى فيه حق الاستغلال حق تفويت او سميتو الناس الفعليين اللي كاين في الاراضي المسترجعه، لان ولات هذه الارض طريق الظاهره ديال 73 من الاراضي المسترجعه. فكنت فاجئ بواحد اللوبي عقار اللي منعنا من هذه الاستفاده ودوز لجيتو بتواطؤ وبسميتو، وكان داز معنا دعوات في المحكمه كامل اللي ربحناه فيهم، وكانت اخر دعوه كانت في 88 دعانا بالترامي، فاذا بالضابطه القضائيه بعد التحقيق ديالها كيتاكد ليها بان الارض في اسم الدوله، تعتقل الوالد ديالي، ومن بعد خرج من السجن ببراءه، وقمنا بتنفيذ هذه الاحكام هذه لصالحنا، وعطاتنا وزاره الداخليه حق الاستغلال وكذلك العماله. بقينا على هذا الحال، دائما كنحاولوا نراسلوا مديرية الأملاك المخزنية باش نسويوا الوضعية ديال الأرض ديالنا، ما كنتوصلوش بجواب. الجديد في الملف أخويا هو أن هاد اللوبي عقار حصل على واحد الحكم ديال الإفراغ ونفذوا بعد ما كانت الدولة المغربية أي الأملاك المخزنية كانت في صفنا، كانت كتمنع هذا الإفراغ، فإذا به واحد كيجي في ظروف ديال الانتخابات وفي الظروف ديال العيد الكبير وداك الشيء، كنتفاجئوا بلوبي عقار كيجي بقوة عمومية ومنفذ، حنا ما كناش معلومين دون سابق انذار واحد الافراغ جائر، ما كناش حنا كاع معلومين بهذا الافراغ، ما كاين حتى شي واحد في الدار، جاو اللي لقاوه في الدار خرجوه، اللي اعتقلوه ودخلوا للدار بالقوه. اسيدي حنايا كنا بالمنزل ديالنا في الاخر ولينا متشردين، ولدنا ساكنين في عشه، من السكن اللائق ولينا في واحد الحاله لا يرتى لها، ما عندها حتى معنى، عندنا وليدات صغيورين كيتكرفصوا وسط التبن، الحشرات، والدينا كبار مراد، والاب ديالي مريض عنده القلب وعنده تنفس نقص التنفس، الام ديالي عندها طونسيون، وزعما شنقول لك واحد الحاله زعما راه ما اللسان ديالي كيعجز انا نعبر الحاله حنا كنعيشوا فيها حاليا. شنو الخطوات اللي ناويين ديروا؟ الخطوات اخويا كنتسناو ان السلطه تدخل، لان درنا رفع الضرر وكنتسناو العمل راه مجاوره لينا ماشي بعيده علينا وعارفه شنو واقع، كنتسناو اخويا باش يتدخلوا باش يعطيونا الانصاف ديالنا باش ينصفونا، لان حنا كنباتوا في العراء، عندنا شيوخ ناس كبار وعندنا اولاد صغار اطفال، وكتشوفوا الحاله كيفاش دايره، حنا امام المنزل وداروا لنا واحد السيكوريتي اللي مانعنا، وكنتمنى ان صوتي يوصل. كارينا من عندهم 33 عام وقت اللي عاد رشيدنا الاراضي المسترجعه، عمرت عليها نتسناو في الجواب، انا خرجت الضريبه عليها تاع سيدنا على الضرائب اليوم، اما من حيث البني ديال الدار بالترخيص من يدين مواليها، باقيين هنا في الرباط، ترخيص من يدين مواليها، اثنين بالترخيص وبالبلان وبالمهندس اللي جا حط الحجر. احنا داك الشيء اللي قال سيدنا اللي فيها وكيستغلها هو اللي يشتريها على الثمن مناسب.